تقليداً لليوم العالمي للمرأة، احتفل فضاء باب الرواح بالرباط بإنجازات المرأة المغربية، مناسبة أعطت اهتماماً لمئة امرأة مغربية وازنة في المجتمع، مئة صورة فنية لنساء مغربيات، تظاهرة فنية كرمت وجوه النسائية بارزة من أجل الاعتراف بالمكانة المهمة لهؤلاء النساء. تقليداً لهذا اليوم، يوم النساء، كل نساء في المكاتب، في الحقول، في المعامل، في البيوت، في الحواضر، في الأرياف، نساء الفنانات، نتوجه لهن جميعا بتحية تقدير. يتعلق الأمر بمئة صورة نسائية بالأبيض والأسود الذي له دلالات عميقة، وهي من توقيع أربع فنانين محترفين. هن نساء مغربيات ينشطن في مجالات مختلفة، بجهودهن حاولن تغيير المجتمع، فضلا عن أنهن يحاولن جاهدات إلى السعي وراء التطور والرقي في جميع المجالات. مدينة الرباط كتحتفل بالمرأة المغربية، وماشي غير واحد الصنف، كتجيب جميع الحساسيات ديال المرأة المغربية وجميع الاختيارات ديال المرأة المغربية. كاينين هنايا متواجدات، وفرحانة أنني أنا باختيارات ديالي وبالحساسيات ديالي وبالافكار ديالي ممثله ايضا هنا في الصوره حاضره. هذا التكريم هو رد الاعتبار او يعني الاعتراف بالمجهودات اللي كتقوم بها المراه المغربيه، لا في المجال السياسي ولا في المجال الاجتماعي ولا في المجال الاقتصادي. ما دامت المراه المغربيه وصلت لمراكز القرار الحمد لله بالمجهودات الذاتيه ديالها والخاصه. اختيار الصورة الفوتوغرافية للاحتفال بالنساء المغربيات يبقى استثناء ووسيلة متميزة تبرز ملامح وتقاسيم الشخصية، كما أن وراء كل نظرة امرأة قصة في الطيات.